السكر والمياه المدنيه. قهوه لا لا قهوه مع بسم الله. بسم الله ندخلوا في المعطيات تاعها تاع الفل. هاد الفضاءات هاد المنصات سمحت ب يعني بمتابعه جديه ومعرفه شبكات التوزيع على مستوى السوق المحليه وحتى السوق الوطنيه من خلال المعلومات والاحصائيات التي تدرج يوميا في ضمن هذه المنصات. هذه المنصه سمحت لنا برسم خارطة توزيع المواد ذات الاستهلاك الواسع من بين 13 منتوج، والعملية مستمرة. كل يوم نقوم بتسليم الزبون ورقة الطريق التي تحتوي على الكمية اللي يديها واللي تحددها لنا مديرية التجارة، وتحتوي كذلك على المحلات اللي راح يوزع عليها. ومن بعد في اليوم الموالي يجيب لنا الموزع الورقه الطريق نتبعوها للتجاره باش نتاكدوا باللي كميه الحليب راحت لمالها وما راحت لها كلها.